المتحدث الساري يعني كاتب وناقد واستاذ جامعي ومتخصص في المسرح، وله مؤلفات مشهوره في تاريخ المسرح المصري، فعشان كده نستمتع بتقديم الدكتور سيد علي في هذه المداخله فيما يزيد عن ربع ساعه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وانا سعيد بوجودي بينكم وبين هذه القامات، وحتى نستثمر الوقت بصورة كبيرة. حديثي عن ده شغال ولا المايك خلاص كده مثال اهو كده تمام. حديثي يتناول المسرح المصري وثورة 19، بيعتمد في البداية على فكرة المشاركات الثورية اللي كانت موجودة مع طوائف الشعب. يمكن سنتعجب نوعا ما، هل ممثلين المسرحيين في ذلك الوقت، طبعا ما كانش فيه المسرح، حتى السينما ما كانتش فيه، يعني لسه لم تنتشر بصور كبيرة، هل بالفعل كانت لهم إسهامات في هذه الثورة؟ نعم، لسبب بسيط جدا، لأن الحكومة والاحتلال في ذلك الوقت منع استمرار المسارح حتى الساعة 10 مساء أو 8 ما إلى حين. هذا معناه قطع رزق، قطع عيش بالنسبة لهم. النقطة الثانية، هذا الأمر كان من أجل تخفيف ضغط الناس أو وجود الناس أو التجمعات. فماذا فعلوا الممثلين؟ قاموا بمظاهرة محدودة وفق تصورهم، وارتدوا معظم الملابس الوطنية في المسرحيات الوطنية. فعزيز عيد يلبس مثلا نابليون، حسين رياض يلبس صلاح الدين الايوبي وما الى اخره، وصاروا في الشوارع على تمنعونا من التمثيل في الداخل، فاحنا هنمثل امام، وطبعا مع الشعارات مع الثوريه وما الى اخره. ايضا بنجد كاتب في ذلك الوقت اسمه علي طبنجات، مشهور بكلمه الطبنجات دي، وجدناه ان هو بيقول بانه كان في سمرلوط، طبعا كان في فرق جواله مش تكون الفرق الشهيره، ففي فرقه في سمرلوط اتفق مع اثناء وجود لجنه منار واثناء وجود سعد زغلول في المنفى بانه يحاول ان يسهم في العمليه الثوريه بصوره او باخرى من خلال تغيير بعض العبارات او بعض الحوارات اللي من خلالها ادخل فكره سعد وكلمه سعد وان الوطنيه وما الى اخره، لدرجه ان الجمهور خرج من المسرحيه يهتف، وطبعا تم القبض عليه والتحقيق معاه بعد ذلك، ولكنهم يعني افرض عنه. يمكن النقطه كانت الملفته للنظر بان قاده الثوره كلهم يعلمون جيدا ان وسيله الاعلام الوحيده هي الصحافه. يمكن دلوقتي نتكلم عن الوثائق، لكن في ذلك الوقت هي الصحافه. لكن كان في وسيله اعلام اخرى، ودي وسيله مهمه جدا، وهي المسرح، على اعتبار انها الوسيله الوحيده اللي تخدم جموع الشعب الراجل الام والمثقف والمتعلم بخلاف الصحابه فقط. رموز الثوره يعلمون هذا، لذلك وجدت كما هائلا من عروض مسرحيه سواء في الانديه او في الفرق يحضرها سعد زغلول واعضاء الوفد، يمكن الوزاره بعد ذلك وزاره الشعب بالكامل، يعني كان النص الاعلاني يقول وحضرت الوزاره بالكامل او حضرت مجلس الشورى والنواب بالكامل، وبيذكروا بعض الاسماء الكبيره في ذلك الوقت. طبعا هذا ليس ممكن تقول نقدر نقول ان هو علاقه حميميه بين الثوره، ولكن لا، هم يعلمون جيدا ان المسرح ده مسرح الشعب، وبالتالي كان حضورهم دائما كان ينتهي لابد من بمظاهره او بهتاف وما الى اخره. لكن لو توقفنا عند نماذج واضحه زي مثلا منيره المهديه، فرقه مشهوره سلطان الطرب، لن اقول انها كانت تبدا في بدايه الثوره بقبل المسرحيات بغناء وغناء وطني، مثال بسيط لما تقول انا منيره المهديه حب الوطن عندي غية، ده مطلع الاغنيه، وتتكلم بعد قبل التمثيل. ايضا في اغنيه اخرى تقول فيها الواحده منا بادبها تصون ناموسها وعرفها تدوس غرامها برجليها علشان وطنها وشرفها، تبدا الاغنيه الوطنيه ثم التمثيل اليومي الطبيعي. لكن المساله اتطورت نوعا ما مع الشيخ يونس القاضي، كتب لها خصيصا سنه 19 و20 ثلاث مسرحيات اهمهم مسرحيه كلها يومين، ويمكن اللقاء الوحيد اللي ليها بالستينيات في التلفزيون، وكان بيتكلم فيه مع اظن اماني ناشد في البرنامج بتاعها سهر مع فنان،
كانت تركز على هذه المسرحيه وتقول هي دي المسرحيه الوحيده اللي عبرت فيها بصوره قويه. بمعنى ايه صوره قويه؟ المسرحيه العباره بتحكي عن جيران اجانب مع المصريين، فبنلاقي ان ماركو الاجنبي ده بيحاول ان هو يستولى على البيت، فبيستولى على البيت دي بيحاول يروي بنت الرجل المصري، ويحاول يخلي بنته تروي الشاب، ويحاول الرجل التاجر يفقره لغايه لما يحصل على البيت، وده طبعا كان رمز للانجليز انهم بيحتلوا على بيستولوا على مصر. لكن هم ايضا رفعوا قضيه، ودي نقطه مهمه، قضيه من اجل استرداد الحقوق، ودي كانت صوره او رمز عن المفاوضات اللي كانت تحدث. يعني كانت المسرحيه بالكامل كانت تمثل كل يوم، طبعا بعيدا عن الرقابه، الرقابه مش هتقدر تفهم ده او مش هتقدر ان هم يخوضوا عليهم بهذه الصوره. ايضا بنجد اغاني مثلا مسرحيه اخرى في المسرحيه نفسها، نفس المسرحيه اللي كانت فيها بتقوم بدور البنت اللي ابوها كان غني والانجليزي استولى على امواله واصبحت فقيره، فاصبحت تبيع زبده او تبيع حاجه في الريف، فكانت الزبده بالذات وكان ليها اغنيه شهيره، صبح الزبده بلد الزبده يا ولد بلدي زبده يا ولدي، اشتري موزن عندك مخزن واوعى تبيعها ولا تودعها عند اللي يخون، لا تعيش مغبون وازاي هتكون بلدي. طبعا دي كلها كانت رموز كلها على ان مصر وتمسكوا بمصر. ايضا اغنيه في هذه المسرحيه على الخصوص كانت فيها بتغني للجنايني، اللي هو الجنايني مين؟ اخوها اللي شغل جنايني، او اب اسف اللي شغل جنايني بعد كان تاجر كبير، فكان فيها اغنيه المقدمه بتاعتها اوعى الخرطوم اوعى الخرطوم، وكان المقصود طبعا هو الخرطوم بيسقي بالزرع، لا هو كان المقصود طبعا السودان، اوعى تهون عليكم السودان او تفرطوا فيها. ايضا في فرقه اخرى يوسف فهمي. يوسف فهمي كان دائما يبدا في اثناء الثوره قبل المسرحيه اذا كانت المنيره المهديه بالغناء، يوسف فهمي كان بمارش ساعه المشهور ساعتها زي الرقص لابد ان يعزف ويلحن ويغنى قبل العروض المسرحيه. ايضا كان هناك يعني والهتافات اللي كانت موجوده بتاعت مصر والسودان او الاستقلال التام اللي كانت موجوده بالمناسبه، ده كله ده نقلا عن الاخبار اللي موجوده في الصحافه في ذلك الوقت. ايضا اقام يوسف فهمي في مسرحه حفله لتكريم المسؤولين السياسيين اللي شاركوا في الثوره بعد الافراج عنهم، ويمكن ضارب ب الشيخ بالافراج عن الشيخ محمد الشافعي البنا، يعني كمان ده كان يعني اشياء كانت مذكوره بيدخلوا في السياسه بصوره او باخرى. يوسف فهمي لم يكتفي بذلك، بل الف مسرحيه في يعني في منتهى الخطوره في ذلك الوقت، وهي مسرحيه الاستعباد، عباره عن كفاح الشعب المراكشي المغربي ضد الاحتلال الاسباني من خلال رمزه عبد الكريم الخطاب. هنا المسرحيه كانت واضحه المعاني جيدا ان الثوره هي ثوره مصر، طبعا الكلام ده كان سنه 24 لما المفاوضات خلفت والثوره ليست ثوره ممتده وهكذا، فوجدنا ان هو بيمثل الثوره هنا الشعب المراكشي والشعب المصري، الاسبان هم الانجليز، عبد الهادي الخطابي هو سعد زغلول. هذا الامر طبعا التهب لان كان بيخرجوا الجمهور بيهتفوا باسم سعد، مع ذلك الاحتلال اوقف هذه المسرحيه بعد اسبوع من نجاحها بالكامل بهذه الاسباب. ايضا بنجد علي الكسار. علي الكسار كان دائما يغني ايضا ويقيم اشياء، لكن في الحاجات اللي نقدر نلمسها يوم 4 ابريل 21 عندما عاد سعد زغلول ونشرت الصحف ان سعد زغلول سيعود. في ذلك اليوم اعلن في الصحف علي الكسار بانه سيعرض مسرحيه وطنيه معينه، لكن يهمني جدا انه اضاف ده في النص هذا اضاف اليها مشهدا فيه تحيه لاعضاء الوفد. ايضا اقام مسرحيه نهاريه للطلاب وللعائلات، واشترط فيها حط ملاحظه كل من يشتري تذكره سياخذ صوره، الصوره دي مرسومه ونفسنا يا رب تقع في ايدنا في يوم من الايام. الصوره عباره عن مصر، عباره عن فتاه بتخرج من النيل، فهناك تمساح بيلتهمها لكن ساعد على شط اخر بينقذها، دي صوره كاريكاتيريه او رسميه موجوده كانت توزع مع الجمهور. ايضا طبعا مش عايزين نتكلم عن علي الكسار كتير، كان دائما يضع الاشياء الخاصه بالوطنيه وبالاخص السودان، على اعتبار هو كان يعني صاحب بشره سوداء وكان ليه شخصيته المشهوره بربري مصر الوحيد، فكان بيستغل دوت في فكره السودان، فكان مثلا من ضمن الاشياء او الالحان اللي كان بيختم بها الروايات، هو بيتكلم عن ان بنت تتجوز سوداني، مصريه تتجوز سوداني، فعمل لها الفرح، فبيقول في النهايه اهم الاثنين دول رمز املنا،
اللي احنا بنسعى في تحقيقه بكره مصيرنا نكيد عزلنا مهما يقولوا علينا ويسيئوا. بلاش تقول سوداني ومصري، خلوا النيل دايما يجمعنا. دي كانت من ضمن الاشياء اللي كانت موجوده. اولاد الركاشه نفس الفكره، اقاموا عروضا، لكن يهمني قوي فكره هدى، مسرحيه هدى على وجه الخصوص، لانها كانت بتختتم بمونولوج خاص بمصر والسودان، ومسرحيه ايضا ابطال المنصوره كان بيحاول يعيد امجاد مصر على خشبه المسرح القديمه هربا من الانجليز وهربا من الرقابه. وبعض الفرق كثيرا كانت بتشتغل، زي مثلا احمد الشامي. فرقه احمد الشامي كانت بتعمل مسرحيه دي جواله واسمها مصر والسودان، لف بيها ثلاث ارباع اقاليم مصر، وكان بيعرض يعني في الارياف وما الى اخره. المساله تطورت نوعا ما لدرجه ان هواة التمثيل انشاوا ناديه للتمثيل سموه نادي التمثيل السعدي، وحطوا ليه اشتراكات، وكانت لهم مميزات بانه يدخل اي مسرحيه ب 50% بتخفيض. لكن الاهم جدا وانا متوقف عنده وزاره الشعب. طبعا وزاره الشعب التقليدي اللي هي استمرت اول سنه بالذات الى سنه 24 واقل من عام. الوزاره دي على وجه الخصوص يمكن ما حدش انتبه هي عملت ايه للمسرح او للفنون. الوزاره دي شكلت اول لجنه لترقيه الفنون. سميتها لجنه الفنون الجميله. مين اعضاء الوفد ومن الحكومه ومن الوزاره؟ هذه اللجنه هي الوحيده اللي ارسلت البعثات. هي الوحيده التي اصبحت تنظر الى ترقيه التمثيل والتاليف المسرحي حر الوطن وليس الترجمه، اللي في ذلك الوقت كان كل الاعتماد على الترجمه والاقتباس، لا احنا عايزين تاليف حر وخصصوا مبلغ. ويمكن الوزاره دي بالذات والبرلمان الخاص التابع ليها هو البرلمان الوحيد اللي ربط مبلغا معينا وهو 10,000 جنيه لترقيه التمثيل والفنون، وده كان امر ما كانش موجود، اللي كان كله ده وكان موجود للاجانب، هو خلاها للمصريين، لدرجه ان الاوبرا نفسها اللي كانت خاصه وقاصره ومقصوره على الاوروبيين او على الاجانب، الوحيد اللي خد بيها قرار حكومي ان يستغلها فرقه جورج ابيض اسودا بالاجانب. لكن كل ده ما يهمنيش قد ما يهمني امرين مهمين جدا. في سنه 25 بفضل هذه الوزاره اقامت مصر اهم واكبر واضخم واول مسابقه للمسرح. المسابقه دي عمل فيها للتمثيل الكوميدي والتراجيدي والهزلي والموسيقى والالحان والتاليف، مسابقه كامله في مصر خصصت الميزانيه لترقيه التمثيل بانها تعمل المسابقه دي، ودي كانت اول مسابقه اللي هي تعتبر شبه مهرجان مسرحي. وطبعا اتصورت لمده سنتين 25 26 وانتهت ولم تقم مره اخرى. لكن الاهم من هذا هي الوزاره ايضا هي التي سمحت لشخص اظن كان اقل من 30 سنه او حوالي 30 سنه ليكون اول مندوب فني في العالم مصري او عربي في العالم يزور بلاد اوروبا باكملها في رحلتين سنه 23 و24 في 6 أشهر فقط، يلف ويدور ويبحث في جميع المدارس وفي الاوروبيه وفي جميع المسارح من اجل ان ينظر كيف يدرسون المسرح والموسيقى وكيف يبتكرون الابتكارات الحديثه لنقلها بتقرير خطير قدم الى الوزاره من اجل جعل مصر البلد الاولى مش في المنطقه في العالم في هذين الفنين. بسبب فضل هذا الرجل ادخلت الحكومه التمثيل اللي هو المسرح والموسيقى للمدارس رسميا في المقررات. يعني حتى الان احنا عندنا حصه رسم، حصه موسيقى وحصه انشطه وحصه مسرح وموسيقى بسبب محمود مراد. هذا هو الشاب الذي مات ويعني لم ياخذ حقه للاسف الشديد، وبعد وعاد وجاء بتقرير موجود بالمناسبه. هذا التقرير الله اعلم هل هو كان يشعر بانه سيسلب منه او سيسلب منه او كان يشعر بالموت، لان بعد ما جاء 6 شهور مات. لكن قبل ما يموت بشهرين اودعه في دار الكتب، والحمد لله ظل 95 سنه حتى بلغت انا منذ 3 سنوات ونشرته في التاب كامل علشان نشوف الثوره دي او ساعه نقول او حكومه الشعب ماذا كانت تنظر للفنون، لان ما نكتشف انه قدم تطور الاوبرا. مسرح اتفق مع واحد اسمه هيرفنباخ في المانيا لانشاء احدث مسرح في العالم في حديقه الاسبكيه، هو اللي وضع اساسا اساسيات معهد التمثيل اللي عمله شركه الريمات، هو اللي وضع اساسا جميع قواعد
مع الموسيقى اللي كان موجود قبل كده مع البرجرين الايطالي في الشواربي، قال لك هضمه مع نادي المصري مع نادي الموسيقى الشرقي ليكون مسرحا ليكون معهدا للموسيقى. هذا الرجل كل ما قامت به مصر من اجل المسرح والموسيقى في مدارس او في مصر كان سيارة التقرير الذي سلم منه او سرق او استرسخ من اشياء كثيره، وبالاخص كان وزير علي ماهر. وشكرا. شكرا للدكتور علي على هذا العرض المركز والسريع والمفيد، وانا اعتقد انه عنده كثير كثير ولذلك انا ارجو الاساتذه الذين يقدمون مشاركتهم في هذه الندوه ان يسلمون الابحاث نفسها لانها ستصدر في الكتاب لكي تعم الفائده. انا ارجوكم لانه ربع ساعه لا يكفي. انا عارف ان مظلم الناس بس هي يعني عدد كثير متقدم ولازم تبقى خلال يومين فبنبقى مضطرين لهذا. عايز انا من كلام الدكتور سيد ملحوظه جت في ذهني وانا قاعد انه في العشر سنوات التاليه للاستقلال المنقوص اللي هو اللي جابه تصريح فبراير في سنه 32 بالتحديد نشا في مصر معهد الموسيقى العربيه، معهد مجمع اللغه العربيه الدكتور رحمن اللي كتب فيها لطيف، والحاجه الثالثه كمان اظن معهد التمثيل والفرقه القوميه كل ده في بدايه. انا اعتقد نعم والجامعه المصريه والاذاعه المصريه الاذاعه نشات في 32 ايام ماركوني. فالفكره هنا انه ايه، انه يعني انا بربط بين الحاجات دي وما بين مصر الجديده بعد ثوره 19، لانه يعني بالتاكيد مصر بعد الثوره بعد ثوره 19 اصبحت جديده، انفتحت امامها افاق للاتصال بالثقافه الحديثه، وابرز مؤشرات لهذا هي هذه المؤسسات التي انشات في عهد الملك فؤاد سنه 1930. يعني العمليه ما جاتش كده عفوا او جت بخاطر حد، لا، هي تطور ليقظ الشعب قرر ان ينفتح على عهد الاستقلال وعلى الحضاره الحديثه بمنجزاتها الفنيه والثقافيه، وده تطور غير مباشر لثوره 1919. عرفت تفهموني على كده ولا بتفهموش؟ طيب سريعا يعني ممكن كان الصوره او السؤال بان احنا اولا نقلت الصوره عن الفنانين المسرحيين صوره ايجابيه لاني لم تصل اليكم الصوره السلبيه، وضرب المثل بالمسلسل ولم يضرب المثل بكتاب تاريخي، وبالتالي هذا الكلام اللي انا اقوم به وده مشروعي. يعني كل الناس لما تيجي تتكلم عن المسرح بالذات تتكلم عن المسرح في القرن 19 من خلال كتابي وكتاب شنجروف في انجلترا وكتاب يوسف نجم وكتاب يعقوب لنداو. نقفز مره واحده من مسرح الستينيات. مسرح الستينيات يبدا وهكذا الفتره من 1900 يعني لغايه نصف القرن الكامل لا يوجد حتى الان غير كتب العبد الله واثنين ثلاثه بنحاول نشتغل على هذا المشروع. فتره مظلمه تماما. انا لما بقول لحضرتك ان التقرير اللي كتبه محمود مراد اثناء الثوره 19 وحفظه انه هيسرق عندما اكتشفته بعد 95 سنه نشرته كان في شيء خطير. فلما نرمي هذه الكتاب ولا يوسف وهب يديه كتاب وعلي الكسار على العالم تبعين علي الكسار ويجمعين كله من خلال الموجودين الحاجات دي، فبنحاول المشروع ده. واشكرك. شكرا شكرا لحضراتكم جميعا. والان نسقف يا محمد.